هل تتخوف من هكذا سيناريوهات مخفية واتفاقات مخفية ما عم يقدروا يقروها الأفرقاء اللبنانيين؟ أنا مش بتخوف، أنا بقول الواقعية السياسية شيء والمبادئ السياسية شيء. ما في مبادئ بالسياسة العالمية والإقليمية، ما في مبادئ، في مجموعة من المصالح تتباعد وتتقارب. كانت المصلحة أنك تطوقي سوريا وأنه هذا نظام يجب إسقاطه، هذا نظام قتل شعبه، هذا كذا وهذا كذا. فجأة تغيرت المصالح، انفتحت الأبواب وصار يستقبل الرئيس بشار الأسد كرئيس أهم رئيس دولة بالإمارات وغيره، وهلأ رجعين دول العربية انفتحوا على سوريا. شو اللي تغير؟ هل تراجع بشار الأسد عن الأمور التي ذهب باتجاهها؟ يعني ما تراجع، يعني لا دخل المعارضة بالسلطة ولا عمل تعديل للدستور ولا طرح مشروع ولا أخرج الإيراني وحزب الله من سوريا. بعد الأمور كما هي. شو اللي تغير؟ تغير لأنه في حاجات متبادلة. هلأ السوري طيب بكرة الصبح الرئيس بشار الأسد، سوريا ربحت الحرب، فلنقل القيادة ربحت كل سوريا، من وين بيجيبوا مصاري لإعادة الأعمار؟ مين بيدفع؟ بدك ترجع إلى دول الخليج حكما. لا الإيراني بيقدر يدفع مصاري ولا الروسي بيقدر يدفع مصاري. طيب دول الخليج لما صرنا 12 سنة بالحرب عمليا ما توصلنا لشيء، بالعكس تعزز. إذا كان الهم الأول بالنسبة لهم الوجود الإيراني وحزب الله، تعزز وجود إيران، تعزز وجود حزب الله. الأمر الثالث، رايحين لمناخات إقليمية ودولية أوسع. يعني هلأ السعودية اليوم ما عاد فيك تحكي عن السعودية ما قبل الأمير محمد بن سلمان. عمل الرجل تحول جدي وكبير بالداخل، صحيح. عمل ثورة انقلاب داخلي جدي عمليا من فوق إلى تحت، ثورة من الفوق إلى الأسفل مش بالعكس. طب ضرب المسألة هذا التوتر الديني اللي كان حاصل تحت شعار الوهابية وغيره، أو الحد من السلطة، غير البرنامج التربوي، عمل انفتاح ثقافي وفني والبديكية، عمل مشروع اقتصادي للسعودية 2030، مشروع نيوم الهاي تكنولوجي، عم يروح على إطار أوسع. طب شو بده؟ عنده بعد شغلتين أساسية، تصفير المشاكل بالجوار، يعني إنهاء حرب اليمن. هو سوريا ما كان له علاقة فيها، هو إجا على حرب سوريا بعد ما كانت مندلعة، وهذه الرسائل بعتها من الأول. وعندك تصفير المشاكل مع تركيا وتوازن بالسياسة الدولية، انفتاح على الصين هائل، عم نحكي بحدود 100 مليار دولار عمليا الآن بالتعاون، ومصالحة إيرانية سعودية بقلب الصين بقلب بكين. عندنا بلبنان إذا ما قرينا كل هاي التحولات منضل فيتين بالحيط، نعم، ومنتصارع، وبتصير بيرجعوا اللبنانيين مثل ما كانوا تاريخيا بيادق على لعبة شطرنج. هيدا إذا بالتفاوض رخيت ورقته بشد طرفه بلبنان، هاي المشكلة. لذلك اليوم أنا برأيي كل الأطراف من حزب الله وحركة أمل والقوات اللبنانية والحزب الاشتراكي والتيار الوطني، الكل كتائب وغيرهم، لازم يرجعوا يعملوا إعادة قراءة لما يحصل في المنطقة والإقليم والعالم. إذا ما قريناها صح نرجع نفوت بالحيط، ومنفوت بمشاكل داخلية بالآخر بتنتهي بشخطة ألم.